نادي المصري. مع احترامي لحسام وابراهيم. ما في لاعب انت طلبته حتى حماده طلبه اللي انا كنت محتاجه في البطوله الافريقيه لانه كان مقيد يمين وشمال بيلعب في الوسط في الناحيه اليمين والناحيه الشمال. صممت انك تاخده ماشي. وصممت مش عارف تاخد ما عنديش مشكله. خالص. ودلوقتي تتفق مع وانا عارف. خدت رمزي خالد ماشي. هو لاعب نادي الزمالك. وكلمت بقى وقلت له اجي لك ما عنديش مشكله. خالص. ايه المشكله؟ احنا بنتبادل علاقات بنادي المصري علاقات محترمه، هو عايز يدعم وانا عايز ادعم. طب انا لما قلت كابوريا ومحمد حمدي ولعت الدنيا ليه؟ مش فاهم ولع الدنيا ليه؟ هي مش لعيبه دي عندي اللي انت خدتها؟ انا مش فاهم. هو في حسام انت وابراهيم زي ما بتاخد انتي. انت قلت ان انا محتاج بقوله وبقول له عنده رغبه يجي لك ما عندهاش مشكله. وبصه انت رمزي خالد عملت له عقد من غير نادي الزمالك ياخد خبر ما عندهاش مشكله احنا والمصري واحد. بس ما اطلب منك لعيبه اديها لي.